السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوميات مريم معكم. وش راكم مع هاد السخانة؟ وش راكم مع لي زيكزامان تاع ولادكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله هاد لا فيديو تصيبكم بخير ان شاء الله. ونتمنى النجاح لكل طلاب اللي يجوزوا لي زيكزامان بالنجاح ان شاء الله. فوالا، حبيت نبارطاجي معكم اليوم نديروا ان بلا رويال تاع العرس تاع الضياف تاع مناسبات، هو المتوم رئيس. الوغ هنا عندنا الجاج، كي ديروه للضياف ولا للعرس ولا تحطوا اللحم تاع الخروف. انا ما يحبوش بزاف الخروف لي زونفون، جو بريفير ندير الدجاج. انا عندي هنايا 5 بيلون تاع الدجاج، عندي فيون داشي، عندي فيون داشي هنايا، عندي البصل حباب بصله صغيره، عندي 4 فصوص تاع الثوم، عندي هنا كمشه تاع اللوز، عندي حبه بيض، الفلفل الكحل، شويه كمون، شويه قرفه، زبده، ملح وشويه زيت. فوالا، دوك نجوز ديريكتومون لا بريباراسيون. نحط هنا الدجاج تاعي في طنجره، عليك 5 بيلون قيس لا فامي. نتوما تاع العرس كيما قلت لكم ديروا اللحم، الخروف، الكبش، جو موتون يجي خير، ولا اللي يحب يخلط يدير البولي فيوند. فوالا، الوغ نحط جو في فيغ فينير هنايا الدجاج تاعي، نحط السمن ولا لا مارغارين ولا الزبده، مغرفه تاع الماكله، نزيد هنا 5 كويير دو دويل. فوالا، نحطهم هنا نحمرو شويه الدجاج تاعنا، نحمرو شويه الدجاج تاعنا. فوالا، يتحمروا شويه مع لي دام هذاك لو بوغ اي لويل، كي نشوفوهم سون بيان سيزي نحطهم بعد البصل تاعنا ونديروا لي زيبيس. فوالا، دوك تسمعوا راني نحمر شويه في الدجاج تاعي هكذا.
دوك نحط البصل، البصل تاعي هاوليك هاوليك، حبة بصلة صغيرة ماشي كبيرة بزاف، بغطي باش ما يبانش المرقة. فوالا هكذا دوك نزيد نحط لي زيتيس تاعي. الو نحط الفلفل الكحل، الفلفل الكحل يستحسن ديرو له الفلفل بيض، لو بواف بلون. هكذا نزيد ندير الملح، ندير شويه قرفه، اون بيتيت بانسي تاع القرفه. فوالا نكملو نخلوها على فا. فوالا دوك نخلي شويه ونمرق، نمرق بالماء سخون. فوالا نخليه دوك هاد اللوز هاوليك، هاديك الحفنة نبدل بوانيي، نزيدو نحطوها هنا مع الجاج، نزيدو نحمرو هكدا مع الجاج. دوك نمرق، فوالا نمرق، جو كوفغ لا فيون تاعي بالماء، فوالا نغطي كامل اللحم تاعي بالماء ونخليه يطيب. هايليك فوالا فوالا، نخليه جو كوف، نخليه يطيب ا مي كويسون، في نص طياب نولي ليكم باش نديرو لا فارس تاعنا. هاو المتوم تاعنا الي بخي طايب، الله الله وشباب، ما عندكم واش تقولوا عليه، وبنين كما قلت لكم جي فو ريبيت انكور بوغ اون ثروازيام فوا نتاع العراس. هذا هو المتوم رئيس، ان شاء الله شهيتكم في الجنه، ان شاء الله تجربوه وما تندموش. يغوفيان ان بو شير مي سا فو لا بين. فوالا ان شاء الله تجربوه وتخلوا لي لي كومونتير، ونقول لكم نخليكم في هذا الفيديو، الى اللقاء في فيديو واحد اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.